مشاهدينا، وللمزيد بشأن جولة التراخيص النفطية الخامسة والسادسة الأخيرة والتي ذهبت كلها إلى الصين وأثر الاستخراج الجائر للنفط على الأجيال القادمة، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو. مساء الخير دكتور. مساء الخير. أهلا بكم دكتور. رغم الدعاية الحكومية التي قالتها أو أحدثتها عن جولات التراخيص، هناك مؤشرات سلبية كثيرة أثارتها جولة التراخيص للحقول النفطية الأخيرة. بداية، كيف ترى هذه التراخيص وما احتوته من اشتراطات فنية ومالية؟ يعني يا حبذا لو نشرحها للمتلقي، ما معنى جولة التراخيص وما أثرها على النفط واستخراج النفط والأجيال؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الشأن العراقي. حقيقة جولات التراخيص هي عبارة عن مجموعة إجراءات تبدأ بقرار من وزارة النفط باختيار عدد من الرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية، تنتهي بعملية تعاقد نهائية على عملية الخدمة واستثمارها. هذا التعريف لجولات التراخيص. ولكن مع الأسف بعد 2003، في 2007 عندما وضع مسودة قانون النفط والغاز، نلاحظ بدأت عمليات البحث والتعاقد مع الشركات العالمية. في 2008 بدأت، في 2009 عمليات التعاقد بما يسمى بجولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة أيام السيد الشهرستاني عندما كان وزيرا للنفط في حكومة السيد المالكي. طيب، نلاحظ هذه الجولات الأولى كانت لا تتضمن الشروط الأساسية التي تعمل على خدمة المصلحة العامة لصالح العراق، وإنما وكأن الحكومة العراقية تريد فقط التعاقد مع شركات لاستخراج النفط وبيعه ثم تقاسم الأرباح. طيب، وعلى مدى 20 سنة، الجولات الأولى كانت على مدى 20 سنة في التعاقد، وهي ليست عملية مشاركة خدمة، وإنما هي مشاركة في عملية الإنتاج والأرباح، بحيث كانت هناك شروط قاسية على العراق. أولا، لا تتضمن عملية استثمار الغاز المصاحب، بل يتم عملية حرقه. ونحن الآن خلال فترة 20 سنة الماضية نعاني من مسألة التلوث والانبعاثات وخسائر قدرت بمبالغ كبيرة جدا، بحيث في 2016-18-17 طيب، إلى 20 العراق يحرق ما قيمته تقريبا 18 مليار قدم مكعب من الغاز سنويا. طيب، هذا جانب خطير، انا اعتبره خساره كبيرة، خساره اقتصاديه جدا، وكذلك اضرار بيئيه تؤدي الى امراض سرطانيه للمواطن والصحيه على المواطن ايضا. طبعا، يعني هذا جانب خطير. جانب اخر هو عدم الاتباع التقنيات الحديثه في عمليات الاستخراج والتصدير وغيرها، هذا جانب ايضا مهم. لذلك نلاحظ التقنيات اللي موجودة اعتمدت على حقول جاهزة، يعني التعاقد بالجولات الأولى حقول جاهزة، ليست عمليات حفور وغيره، حقول جاهزة. طيب، عبارة عن كل عقل يحوي على عدد من الآبار اللي تتراوح بين 50 إلى 100 بئر أو إلى 200 بئر. لاحظ تمت عمليات صيانة للحقول واستمرت عمليات الاستخراج ومن ثم الانتاج وعمليات التصدير. طيب، هذا جانب. هذا في جولات التراخيص الاولى. اليوم لو نناقش الخامسه والسادسه التكميليه التي بحسب صحيفه اندبندنت الصين هيمنت على عقود التراخيص الخامسه التكميليه وكذلك السادسه، ما خلفيات هيمنه الصين بين قوسين على جوله التراخيص هذه؟ هل هناك ربما ابعاد سياسيه عن هذه الجولات بالتحديد او الجولتين؟ هو لا شك في ذلك، انه الوضع الجيوسياسي اقليميا ودوليا يتعامل العراق من خلاله دون التفكير بعملية المصلحة الأساسية.
أول جانب أساسي عندما طرحت الصين مسألة طريق الحرير، نلاحظ ومرورا بالفاو الكبير الذي لغاية الآن هو معطل في عمليات الإنجاز، لاحظ، ومرورا بالعراق إلى تركيا، هذا مشروع جيد جدا لا شك في ذلك. وبنفس الوقت طلبت الصين استكمال البنية التحتية للميناء ومن ثم سكك الحديد وغيرها من المشاريع اللي تعتبر مشاريع عملاقة في العراق وبأمس الحاجة لها، مقابل الدفع بالآجل أو عملية الدفع بنفط باليوم الواحد، شوف 200,000 300,000 100,000 وهكذا. لكن نلاحظ تدخلت في تلك الفترة كثيرا من الجهات الضاغطة على الحكومة العراقية ولم يتم عمليات التعاقد مع الشركات الصينية أو استكمال البنية التحتية لميناء الفاو. ولذلك الآن استبدلت الحكومة حاليا وزارة النفط من خلال دراستها الجولات السابقة أضافت شروطا جديدة منها الغاز المصاحب، كذلك أيضا تشغيل العمالة بنسبة 50% أو 60% من العمالة، ألزمت الشركات بالإشراف الكامل من قبل وزارة النفط. ولكن أستاذ صباح، هنا إذا ما تم استخراج أو استغلال الغاز المصاحب فسيتم الاستغناء عن استيراد الغاز الإيراني، هل ستسمح الحكومة أو توافق إيران على الاستغناء عن الغاز الإيراني؟ قد توافق لا شك في ذلك، لأنه عمليات التحويل للأموال وعمليات التهريب لغيرها مستمرة. يعني بدلا من أنه تم عمليات عدم السماح للعراق بعمليات الاستثمار الغاز، كل سنويا يستورد العراق ما قيمته بحدود 4.5 مليار دولار للغاز، ممكن أن العراق يستثمر ويبيع وتتم عمليات تحويل أموال باتجاه ثاني أو وجود منافذ أخرى للأعمال اللي تسهل عمليات حصول إيران على حصتها من الإيرادات النفطية أو الغازية. لكن الجانب الخطير اللي في الجولات السادسة والخامسة، لا يوجد أي شكل من أشكال استثمار الغاز الحر، وهنا تكمن عملية الضغط للدول المنتجة للغاز كإيران وقطر وأستراليا وغيرها من الدول. لاحظ والعراق يمتلك 4.3 تريليون متر مكعب من الغاز الحر في المنصورية وعكاز وأرطاوي ومناطق كثيرة، ليس الغاز المصاحب فقط. هذا الجانب لم يوجد في جولات التراخيص الخامسة والسادسة، وإنما عملية زيادة للإنتاج النفطي، علما بأن العراق لا توجد منافذ تعمل على زيادة تصديره لأكثر من 5 مليون برميل كما يريد في 2027، أن العراق ينتج 7.5 مليون برميل من النفط، ولكن لا توجد لدينا إمكانيات التصدير لأكثر من 3.5 مليون برميل يوميا. إذن من أين سنعمل؟ ماذا؟ إذن هذا جولة التراخيص الخامسة والسادسة عبارة عن استثمار مؤجل بقيمة كبيرة جدا تقدر بحدود 15 مليار دولار. نشكركم الشكر الجزيل الأستاذ الدكتور صباح علو، الخبير والباحث الاقتصادي، كنت معنا من عمان، شكرا لكم على هذه المداخلة. حياك الله. شكرا لكم.